السلام عليكم. اليوم نقدم لكم لاطارت بالكيوي. هاد لاطارت بالكيوي غنحتاجو كذلك طحين 300 غرام طحين، 100 غرام سنيدة، 200 غرام زبدة والملح، وثلاثة البيضات بالنسبة للباط. بالنسبة للكريمة غنحتاجو الحليب نصف لتر، 100 غرام ديال سنيدة، جوج معالق كبار ديال الطحين، قشور ديال الحامضة، وبطبيعة الحال نحتاجو ثلاثة ديال صفار البيض، وعاد نحتاجو كذلك كيلو ديال الكيوي. أول حاجة نبداو بها نخلطو هاد العناصر الجافة. عندنا 300 غرام ديال الطحين، 80 غرام ديال سنيدة، شوية ديال الملح، بطبيعة الحال غادي نزيدو صفار البيض، دابا نضيفو 200 غرام ديال الزبدة، بطبيعة الحال غادي نسمها بشي شوية ديال داك الحامض، القشور الحامض، غنديرو غير التلوت ونخليو تلوتين للكريمة، كيبقى التنسيم حتى هو اختياري، اللي بغا يدير نسمة ديال الفاني أولا نسمة ديال الزهر نكهة البرتقال، انا كيعجبني النسمه ديال قشور الحامض كتجي هائله في لي طارت. دابا غادي نخلطوا العجين ديالنا، نحاول نجمعوها، العجينة ديالنا هي جمعناها، نحاولو نديرو بحال شكل كرة، نجمعوها مزيان بحال هاد الشكل هكدا صافي. دابا نخليوها تلتاح مدة ديال 30 دقيقة وندوزو نوجدو الكريمة ديالنا. بالنسبه للكريمه غادي نوضعوا الحليب، نوضعوا سنيده 100 غرام، نوضعوا ثلثين ديال القشور ديال الحامضه، غادي ناخذوا اصفر البيض صافي، الحال نخلطو هاد الصفار البيض مع الحليب، بطبيعة الحال كنوضعو الخليط ديالنا أو الكريمة ديالنا فوق نار مهيلة، دابا غنضيفو جوج معالق كبار ديال الطحين، نحركو ما نوقفوش على التحراك، نحركو
الكريمه ديالنا ها هي واجده، خاصها تصبح على هذا الشكل، تكون عاقله. دابا غنطفيو على العافيه، غنخليوها جن، ندوزو نوجدو لاباط ديالنا نطلقوها. العجينه ديالنا ها هي ارتاحت مده ديال 30 دقيقه. غادي نرشو طاوله العمل بشويه ديال الطحين، بطبيعة الحال غادي نرشو حتى العجينة، غنطلقوها بالبلاك. كنحاولو نجمعو العجينة على المبلك، بطبيعة الحال وجدنا الطاوة ديالنا، دهناها بالزبدة، رشيناها بالطحين، نحاولو نثبتو العجينة على الطاوة بطبيعة الحال باستعمال الكف، كنزولو الزائد، الحمل كنتهي و كنتسكو هاد لاباط بالفورشيط. أثناء الفران ديالنا راه ديجا سخون، بمجرد ما كنوضعو هاد الكريمة، بمجرد ما كنوضعو الكريمة على لاطاس كندخلو الفران، هي كتحمر صافي، عاد نخرجوها. دابا ندخلها الفران،